اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله بعد فقره الانترو اللي كان مليء بالاخبار والاحداث الساخنه اللي موجوده على الساحه الرياضيه سواء الافريقيه او حتى المحليه. الاحداث تحس ان هي دايما كلها متشابكه والامور كلها قريبه من بعضها، مشاكل في الاتحاد الافريقي، مشاكل في الاتحاد المصري، المشاكل واحده لان في النهايه صانع القرار عنده ازمه ومشكله داخل المنظومه اللي بيديرها سواء في الاتحاد الافريقي او حتى في الاتحاد المصري. في البدايه طبعا برحب بالاثنين من ضيوفي النهارده الكبار، اثنين لهم باع طويل جدا في الكره المصريه. ابدا طبعا بالكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي والمدير الفني للعديد من الانديه المصريه وصاحب التاريخ والتاريخ الطويل جدا في الكره المصريه وخبرات كبيره في الدوري المصري. كابتن عادل منورنا ومشرفنا وكل سنه طيب. اهلا بيك، اهلا بيك، كل سنه طيبين وعيد سعيد عليك وعلى الامه الاسلاميه بكل خير ان شاء الله. امين يا رب، وعيد مبارك عليك يا رب باذن الله. يا رب جميعا علينا إن شاء وعلى كل الاهلاويه طبعا. وعلى كل الاهلاويه باذن الله. كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي وصاحب التاريخ الطويل في الكره المصريه مع المنتخب ومع النادي الاهلي في مشوار كبير جدا في بطولات افريقيه وبطولات دوليه. كابتن بلال منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا محمد، ربنا يكرمك، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه والشعب المصري بخير يا رب والامه العربيه. ويعني تاجل العيد يوم بس الحمد لله، يعني هنصوم يوم ثاني ان شاء الله. العيد بيتاجل عايزين الفار بقى عشان ما هو اللي حدد الرؤيه الفار. كابتن عادل، الاحداث جاريه في التوقيت الحالي، يعني برضو تحس الاحداث متشابكه. عندنا مشاكل في الدوري المصري وفي الاتحاد المصري لكره القدم في مساله تنظيم المسابقه، لكن برضو متشابهه بما يحدث في الاتحاد الافريقي. مشهد نهائي افريقيا ونزور رئيس الاتحاد الافريقي بنفسه في وجود رئيس لجنه المسابقات طارق البشماوي واعضاء المكتب التنفيذي، رئيس نادي الوداد، رئيس نادي الترجي، مشهد غير معتاد وفي توقيت الكره الافريقيه المفروض رايحه في مرحله افضل مما كانت في السابق. شفت المشهد ازاي وتعليق عليه؟ انا الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه وانا بتفرج على ماتش ليفربول وتوتنهام وشفت تنظيم الملعب وشفت بعد 3 دقائق كانت المنصه محطوطه والناس بتاخد الجوائز، مفيش مخلوق حوالين الملعب، وبقيت اقارن بين قبلها بيومين كنا بنتفرج على نهائي افريقيا وبعدها مفيش 48 ساعه بنتفرج على نهائي بطوله اوروبا. فرق كبير قوي في التصوير وفي الاخراج وفي الاحترام وفي الجماهير وفي في الاداء اللاعبين، واللعيبه واقفه صفين بتسل الواخدين البطوله ليفربول بيشجعوا الفريق الخسران توتنهام. احنا شفنا طبعا منظر لا يليق ابدا بالكره الافريقيه اللي هي بتصدر كل النجوم بتاعتها لاوروبا، وتشوف اوروبا النهارده مليانه نجوم من افريقيا، وحتى هتلاقي على مستوى التجنيس هتبص تلاقي في تيم فرنسا ما فيهوش حد ابيض، كله سمر. تيم هولندا يعني الافارقه، يبقى في هذا المستوى المتدني الناس كلها بتقدم واحنا بنتاخر، ينفع المستوى ده؟ وبعدين الفار، انت بتعمل الفار ولا بتعملوش؟ وبعدين على المواقع تبص تلاقي يقول لك رئيس النادي مش عارف مين هددني، الله رئيس الاتحاد التونسي مش عارف اللي بيهدد رئيس الكاف ازاي، ورئيس الكاف ينزل الملعب ليه؟ يبقى انت اذا المنظومه اللي انت بتديرها ما فيهاش التخصصات المحترمه اللي هي ممكن انها تدير اللعبه، انت ليه ما يبقاش فيه الحاجه دي موجوده في كل اوروبا، ان الراجل المسؤول عن الملعب يبقى فيه شركه مسؤول عن تنظيم الملعب. الكم الكبير ده قبل الماتش حتى ما يبدا، ناس كتير قوي جوه الملعب ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا. وحتى في المغرب نفس القصه برضه، الاعداد الكبيره دي انا فاكر يعني، وحتى هنا في مصر لما كنت بتولى تدريب يعني الفرق الممتازه اللي كنت بدربها، كان الحكم يجي يخش يعد اللعيبه ويعد الجهاز بحيث ان ما يبقاش في اي حد جوه داخل الملعب، مش في اعداد زائده في الملعب. امال ايه الكلام ده ما بيحصلش ليه؟ احنا بنشوف بقيه القارن والله يا محمد، اللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي بيحصل واللي حصل في اتلتيكو مدريد، اللعيبه وهي جايه الاتوبيس نازل، اللعيبه ماشيه، ما فيش حد واقف، يا دوبك واحد بتاع امن فين وفين لما بتلاقيه، وهم نازلين الملعب الاحتفال بسيط قوي، قعدنا ساعه ونص علشان مش عارفين مين اللي هياخد القرار، المباراه تستكمل ولا لا. طيب مين هياخد القرار؟ كابتن بلال، اللي خد القرار كاري جسامه ولا المكتب التنفيذي او لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي ولا احمد رئيس الاتحاد الافريقي؟ المشهد لا، بكاري جسامه ما ياخدش قرار زي ده، تمام، بس من صلاحياته. اوكي تمام، النهارده كون ان انك رئيس الاتحاد ينزل تحت والاثنين رئيس النادي ده ورئيس النادي ده ورئيس مكتب التنفيذ ينزلوا تحت ارض الملعب، يبقى اكيد القرار مشترك
استحالة يكون الحكم أخذ قرار من نفسه، تاخد قرار من نفسك يبقى أنت الباقي اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد ورئيس المكتب التنفيذي كابتن ورؤساء الأندية وبعدين فوق في مكانهم، الطبيعي ده الطبيعي. إنما يبقى فيه يعني ديسكشن كده كتيرة، في مناقشات كتيرة داخل الملعب، يبقى أكيد القرار ده تمام قرار متفق عليه تمام من قبل بقى رئيس الاتحاد، من قبل بقى اللجنة المنظمة، من قبل يعني أعضاء الاتحاد الإفريقي. يبقى لا لابد إن قرار زي ده عشان يتاخد بالشكل ده في الأجواء دي يبقى قرار متفق عليه من الناس اللي مسؤولة عن الاتحاد الإفريقي. خد بالك المشاكل اللي موجودة الكتيرة دي مش وليدة اللحظة، بس احنا عشان هنا الاتحاد الكرة المصري كابتن للأسف بيتغافل كتير جدا عن الحاجات عن حقوقنا، فبالتالي احنا بنعدي كل حاجة. يعني افتكر معايا كابتن بطولة إنرامو الهدف اللي بدراعه مش بكتفه، بدراعه طلع خد بدراعه يا كابتن حامد الكوره كده، ويعني يعني انا اسف يعني في لفظ كده في عندنا في الفلاحين يقول لك ده الاعمى يشوفها، انا اسف يعني تمام. الكوره مرفوعه، انرامو بيحط الكوره بدراعه وبيطير كده زي بتوع الهاند بول تمام، ويحط الكوره جول وتتحسب ويصفر، وبعد المباراه مفيش اي حاجه خالص من الاتحاد، ولا عقاب ولا رد فعل ولا اي رد فعل، وقال لك الاخطاء وارده في التحكيم، الاخطاء وارده في التحكيم تمام. هو ده هو هي دي كره في افريقيا. حضرتك كابتن النهارده بنتكلم انك 2020 30/5 اللي جاي استاد اتاتورك في اسطنبول هيستضيف نهائي اوروبا بالزبط. السنه الجايه انت بتتكلم يعني في سنه بقى قادمه ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. هنا في مصر هنا في الاتحاد الافريقي بنتكلم هل المباراه ستعاد، هل المباراه يعني خلاص الترجي كسب، طب هل الفار مش شغال عشان حساب الترجي؟ ما هو انت بص طالما انت هل الفار ما جاش بتكسر بتكسر جايش. قاعده مهمة جدا من قواعد اللعب اللي انت حطيتها كاتحاد افريقي تمام، بتكسرها في مباراة نهائية زي كده، يبقى انت النهاردة مليار في المية الكلام اللي لازم يتقال ولازم تتقبله انك انت في رشاوى بتحصل في الاتحاد، مليار في المية لازم تتقبل هذه الانتقادات. انت النهاردة المباراة في ملعب الوداد الفار موجود تمام، المباراة في ملعب الترجي الفار مش موجود، عطلان مش شغال، ما جاش تمام، مش ايا كان بقى، لا ده هو لو عطلان يا كابتن بلال يبقى حصل عطل فيه فالمباراه بتستكمل، لكن ما جاش من الاساس ونادي الوداد ما يعرفش. خد بالك والفار ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي مش مسؤوليه الترجي، مظبوط. يعني هو مسؤوليه الاتحاد الافريقي، هو اللي بيجيب وهو اللي بيجيب الحكام وهو اللي بيجيب الناس اللي موجوده، مزبوط. يعني الامر من اوله لاخره يا كابتن ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي، فمعنى ان انت اصلا ما تجيبوش او يبقى عطلان او يبقى اذا في هنا يعني كلام ما بين السطور لازم يعاقب عليه او تعاقب عليه المسؤولين او تعاقب عليه المسؤولين. كون ان انت كمان تنزل كرئيس اتحاد افريقي اثناء المباراه عشان تشوف ان الكوره الاتحاد المغربي او المدرب بتاع المغرب او رئيس النادي بتاع المغرب معترض ولا لا، دي مش بتاعتك انت. في رولز يا كابتن تمام بتطبق في كل المباريات اللي في العالم كلها بتحكم، هي لعبه كره القدم عباره عن رولز تمام، بتحكم الفرقتين والحكم وكل حاجه. انما النهارده كون انت تنزل ده معناه ان هيبقى في تدخل طبيعي بطبيعه الحال بالزبط. يعني مليار في الميه طالما انا نزلت اذا هناك قرارات هتتاخد، هناك تدخل هيتم. الحكم بكاري جسامه وقف ساعه ونص، طب انت هو في الدنيا كلها حد يقول ان انسحاب الفرقه بعد ساعه ونص تاخد قرار؟ القانون بيقول 45 دقيقه. ما هو ده اللي انا بقوله مفيش لائحه في العالم بتقول ان الانسحاب هتفضل قاعد ساعة ونص عشان تاخد قرار اذا كنت انت هتنهي المباراة او مش هتنهي. طيب ناخد تليفون مهم جدا من المغرب. كابتن عادل، كابتن بلال معايا على التليفون الاستاذ جمال سطيفي الناقد الرياضي المغربي. استاذ جمال مساء الخير عليك، وما هي الاجواء والساعات الاخيره في المغرب قبل اجتماع المكتب التنفيذي في باريس غدا لبحث هذا الموضوع بين الترجي والوداد في هذا الاجتماع المهم جدا، اعلى سلطه في الاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي في باريس. مساء الخير وعيدكم مبارك سعيد لك وللحضور الكرام وللاخوه في مصر. بطبيعه الحال تابعتم ملف مباراه الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ما رافقه من جدل ومن فضائح، كان ملعب رادس شاهدا عليها في ضرب صريح في مبدا تكافؤ الفرص. اتصور ان يعني الوداد لا يدافع فقط عن قضيته العادله ويدافع ايضا عن كره القدم الافريقيه وعن حقها، حق انديتها ومنتخباتها في تنافس رياضي شريف يحسم فوق ارضيه الملعب وليس خلف الكواليس والغرف المظلمه.
تابعتم فضيحه مباراه الذهاب، كان بطلها الحكم للاسف الحكم المصري جهاد قريشة، حرم بوجود الفار الوداد من ضربه جزاء مشروعه، من هدف ايضا مشروع، تغاضى عن ثلاث بطائق صفراء لعميد الترجي خليل شمام، ومنح بطاقه صفراء خياليه لمدافع الوداد اشرف داري، هذا بحضور الفار وبتقنيه الفار التي استخدمت في مباراه الذهاب. في مباراه الرباط شاهدنا فضيحه اخرى من نوع اخر، يعني تغييب كلي للفار، محاوله تدليس في البدايه، يعني حاولوا إهان اداره الوداد ولاعب الوداد لان الفار موجود من خلال الصندوق وضعوه في منتصف الملعب قبل ان يتبين. لحسن الحظ جاء هدف وليد القرتي في الدقيقه 58 ليكشف فضيحه القرن في امام يعني انظار العالم، حينما سجل هدفا قبل ان يتبين ان تقنيه الفار ليست مستخدمه في هذه المباراه، مع العلم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم سبق له ان اعلن عبر بيانات رسميه ان تقنيه الفار ستستخدم في مباراه الذهاب والاياب من اجل مبدا تكافؤ الفرص. ما حدث في فرادس هو ضرب لمبدا تكافؤ الفرص، هو ضرب للشفافيه وضرب يعني لكل يعني المقومات التنافس الرياضي الشريف. بالنسبه للملف الوداد يعني امام الاتحاد الافريقي لكره القدم في الملف يعني الاجتماع الذي سيعقد غد، انا اتصور ان لدى الوداد كل يعني المقومات وكل الاسلحه القانونيه ليفوز يعني على ارض الواقع ويتم الانتصار يعني للروح الرياضيه وللتنافس الرياضي الشريف. فمسؤول اولا لو سمحت لي ان اطيل بعض الشيء، هذه ليست اول مره، اولا لابد ان اطرح مجموعه من التساؤلات. لماذا فقط دائما الترجي مباريات الاياب تجرى في رادس؟ هل هي صدفه ان الترجي دائما يخوض مباريات الاياب؟ هل هي صدفه ايضا ان ضربه الهدف الذي سجله النيجيري مايكل انرامو في شباك الاهلي تم يعني على طريقه الكره الطائره امام من كان الحكم انذاك؟ الغاني جوزيف لامبتي، جوزيف لامبتي الذي تورط فيما بعد في عمليه ارتشاء، وسبق لوالده أن كان أيضا تورط في ملف مباراة مصر وزيمبابوي، وتورط أيضا في مباراة المغرب والزهير الشهيرة في كأس العالم 1974. فهل هي صدفة أيضا أن دائما الحكام يخطئون لصالح الترجي؟ تابعنا في السنة الماضية مباراة بريميرو أغوستو والأهلي، الحكم الزامبي ساكوزي كازوي. تابعنا أيضا هذه السنة مهزلة مباراة الذهاب، اتصور انه حان الاوان لوضع النقاط على الحروف، حان الاوان ايضا للاندية الافريقية الكبيرة بالاهلي والوداد ومازيم بالكونغولي لتتكتل فيما بينها وتدافع عن شرف اللعبة، تدافع عن التنافس الرياضي الشريف، لان هذا ما سيخدم كرة القدم الافريقية. اوكي، طيب انا ليا استفسار اخير. الوداد بيعتمد على خطاب ارسلته الشركه المسؤوله عن تطبيق تقنيه الفيديو للاتحاد الافريقي، والتي اخطرت فيه الكاف ان تقنيه الفيديو لن تكون موجوده في هذه المباراه لعدم وصول باقي المعدات من الرياض الى تونس، مظبوط؟ فعلا الشركه، ده بالاشكال اليوم الشركه فعلا، اولا بيان الشركه وفي صالح اداره الوداد. لماذا؟ لانه كما قلت لك الابلاغ بان تقنيه الفار لن تستخدم كان يجب ان يتم في الاجتماع التقني الذي سبق المباراه، هذا الامر لم يتم، وبالتالي الاتحاد الافريقي لكره القدم في مازق كبير جدا، عليه ان يجد حلا ليخرج منه. هذا الجانب الاول. لو ان الفار كان مستخدما اثناء المباراه وتم استخدامه في لقطه او لقطتين ثم تعطل الفار، في هذه الحاله يمكن ان نقول ان الوداد مخطئ، ولكن نحن لسنا بصدد هذه الحالة، نحن أمام حالة تم فيها التدليس على فريق الوداد، تم التدليس فيها على كل أنظار العالم، بدليل أن الفار أنه تم يعني وضع صندوق، لأن الفار ليس هو ذلك الصندوق الذي يوجد في وسط الملعب، وإنما غرفة تقنية فيها يعني الفار وتلك الشاشة التي توضع في وسط الملعب، يلجأ إليه الحكم للحكم في هذه الحالات. فهذه النقطة في صالح إدارة الوداد. النقطة الثانية هو أن الاجتماع التقني لم يتم فيه إخبار مسؤولي الوداد أن تقنية الفار لن تستخدم في هذه المباراة. أيضا في مباراة حينما استخدم الفار كان هناك بيان رسمي، مراسلات رسمية توصلت بها إدارة الوداد. في مباراة الإياب هذا الأمر لم يحدث
بشكل نهائي، وبالتالي هذه كلها نقاط تصب في مصلحة إدارة الوداد للدفاع عن مطلبها العادل بالحصول على الإنصاف. تمام كابتن عادل. كابتن بلال، في أي استفسار للأستاذ جمال لو عايزين تستفسروا عن أي شيء في المغرب؟ الحقيقة أنا بحيي فريق الوداد، الحقيقة أدى أداء مشرف جدا في المباريتين، وأنا بتفق معاه أنه فعلا كان هناك هدف سليم 100%، وكان هناك ضربة جزاء، وبرضو يمكن بختلف معاه في حتة الإنذار، لأن الباك رايت فعلا الكرة الثانية كان يستاهل عليها إنذار. دي في مباراة الذهاب. في مباراة الذهاب. في المباراة الثانية طبعا يعني واضح جدا أنه حتة عدم وجود الفار وعدم وجود التنافس الشريف واللي حصل بعد المباراة دي جريمة في حق كرة القدم. ما اعتقدش ان اي حد في العالم يرضى بالوضع اللي احنا شفناه ده في بطولة افريقية مهمة جدا العالم كله بيتابعها. فانا معاهم طبعا، الترجي والوداد هم مناديين احنا بنعشقهم ونحبهم جدا، لان هم بينافسوا النادي الاهلي وعاملين يعني صدى جميل في الكرة الافريقية. لكن اعتقد احتمال اجتماع بكرة يكون فيه نوع من العدل، لو فيه عدل فعلا يبقى فيه اما اعادة المباراة يا اما يبقى فيه يعني موقف، لان اللي حصل انه خاصة من رئيس الاتحاد بيقال انه هو اللي بيقول في حديث بيقول ان انا تم تهديدي، وفي مقالة تانية بيقول ان هو هيعوض نادي الوداد ان السنة الجاية هيديهم البطولة. ده كلام قاله سعيد الناصري على فكرة جمال. يعني حاجة غريبة قوي. ده على فكرة اللي قاله كابتن عادل طعيمة، دي تصريحات بالامس انا شفتها صوت وصورة للكابتن سعيد الناصري في قناة مغربية. الكلام ده حقيقي فعلا؟ وأدلى بتصريحات امس، ولكن ليس هو من قال هذا الكلام، هذا الكلام جاء على لسان مذيع البرنامج الذي طرح تساؤلا، ولكن سعيد الناصري لم يؤكده ولم ينفيه، ترك يعني الامور مفتوحه. انا فقط اريد ان اضيف نقطه اخرى فيما يتعلق بدفعات فريق الوداد المتعلقه. اولا هذا ما حدث في ملعب الوداد السابقه في تاريخ كره القدم، اولا انتزعت صلاحيات من الحكم قسامه، الحكم الطاقم التحكيم ايضا صح. هو متورط، لم يتخذ هو قرار نهايه المباراه صح. طيب ما ده اللي قلناه قبل، ده اللي قلناه فعلا مظبوط. فطاقم التحكيم ايضا متورط، لماذا؟ لان قسامه كان يوهم لاعبي الوداد انه يستعمل السماعه من اجل اتصال بغرفه الفار. عايز اسالك سؤال، يعني بس سؤال كده يعني كابتن احمد بلال معاك يا جمال. كان في حوار ما بين رئيس الاتحاد داخل الملعب ورئيس ورؤساء الانديه رئيس نادي الترجي وناس مسؤوله، هل عندك معلومات عن الحوار اللي دار ما بينهم؟ لا انا ليست لدي يعني كل تفاصيل الحوار، ولكن ما كان من بين ما جاء فيه هو تلفظ يعني ان رئيس الترجي حمدي المدب تلفظ بكلمات يعني نابيه في حق رئيس الوداد الذي تمالك اعصابه لم يرد عليه بالمثل، وقد اظهرت اللقطات التلفزيونيه يعني ما حدث في تلك المباراة. أيضا أحمد فوجئ أيضا بعدم وجود تقنية الفار في تلك يعني المباراة، أيضا كان هناك أيضا تناقض، كيف تقولون أن الشركة أيضا بعثت وأن الفار غير موجود، ثم أثناء المباراة يقولون أن الفار تم تصليحه وأصبح جاهزا يعني للعمل. فكم هائل من التناقضات يكشف. أيضا أمس لو تابعت أحد برامج الرياضية التي بثت في التلفزيون الرسمي التونسي القناة الوطنية التونسية، فالمدرب واللاعبين وقعوا في مجموعة من التناقضات. هناك لاعب شمس الدين الدوادي قال أنا لم يكن في علمنا أن الفار غير موجود. مزبوط. المدرب قال أنه في الممر قالوا أن الفار غير موجود. اللاعب قال في الدقيقة السادسة أو أثناء المباراة أخبرونا أن الفار غير موجود. أيضا هناك صحفي تونسي في نفس البرنامج أراد أن يطرح تساؤلا حول أنه كان يجب أن يكون هناك محضر يسبق المقابلة يتم فيه تدوين أن الفار لن يستخدم، فتم الهجوم عليه داخل البرنامج ومنع من الكلام ومن الإدلاء بهذا التساؤل. فنحن أمام أيضا يعني منظومة طبعا فيها مسؤول الترجي، فيها أيضا الكاف يعني الكاف يعني جهات يعني تحاول دفع الأمور باتجاه معين، وفيها أيضا للأسف منظومة إعلامية لا تتحلى بالمهنية وبالموضوعية في معالجة قضايا رياضية ومباريات كرة قدم يعني من حجم كبير يتابعها يعني ملايين العرب وأيضا وملايين المشاهدين ليس فقط العرب. فأنا أتصور أن هذه المباراة فرصة سانحة من أجل
وضع النقاط على الحروف من اجل تنظيف كره القدم الافريقيه، لان ما يمكن ان يخدم كره القدم الافريقيه وخصوصا الانديه العربيه هو ان يضع الجميع اليد في اليد من اجل تشجيع التنافس الرياضي الشريف حتى يفوز من يستحق فوق ارضيه الملعب وليس فقط من يجيد لعبه الكواليس. اضافه اخرى ان نيم شيبوب الرئيس التاريخي لفريق الترجي التونسي بعد مباراه الذهاب قام يعني بحوار يعني صحفي مع احدى الاذاعات التونسيه واعترف بعظمه لسانه انه كان كعضو في الكاف يؤثر على تعيينات الحكام ويعين من يشاء لخدمه مصالح الترجي التونسي، وهذا جاء بعد مباراه الذهاب. ثم مباراه الاياب اكدت اليوم بوجود الفار بوجود الكاميرات ان مسؤولي الترجي التونسي يتحدون الجميع من اجل ان يفرقوا لقبا لا يستحقونه بالنظر الى ما تابعناه من اداء في مباراه الذهاب ومباراه الاياب. ايضا لابد ان اشدد ان الاهلي المصري ايضا من بين الانديه التي ظلمت، وانا ما اقول هذا لانني يعني اتحدث لقناه الاهلي، من بين الانديه التي ظلمت يعني في تاريخها يعني من طرف التحكيم. تتذكر اكيد نهائي الرجاء والترجي 99 وكيف ظلم فريق الرجاء. الاهلي ايضا ظلم امام الترجي اكثر من مره وبفرقه موصوفه كما تابعنا في الهدف الذي كان سجله مايكل انرام، وللاسف الشديد يعني صوره الهدف لكل هذه الممارسات. بالضبط. جمال ستيفي الناقد الرياضي المغربي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. كنت معنا بالتأكيد لإطلالة بخصوص موضوع تقنية الفيديو وأحداث مباراة الترجي والوداد وما هو المنتظر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي غدا في العاصمة الفرنسية باريس. هو جمال كمان نسي مهمة، حاجة مهمة جدا كمان، يعني في مباراة الأهلي والنجم الساحلي 2007 عبد الرحيم العرجون ظلم الأهلي برضه في نهائي أفريقيا. طرد عماد النحاس. وطرد عماد النحاس. المباراة اللي هناك كان في ركلة جزاء لبركات. كان في ركلة جزاء لمحمد بركات في ملعب سوسة. مظبوط. مظبوط. كان في ركلة جزاء هناك في ملعب سوسة. بس شوف يعني احنا بس ما انا عشان كده عايز اقول لك للاسف الشديد احنا كابتن الاعلام بتاعنا هادي شويه مؤدب شويه تمام، واتحاد الكره بتاعنا في حاله شويتين ثلاثه، ما بيحبش المشاكل، ما بيحبش الخناقات، ما بيحبش ياخد يعني ما بيحبش الناس تيجي عليه يعني بيقول لك الله يسامحهم يعني تمام. ده في عرف كره القدم كلام مش مظبوط مش سليم. طالما انا عندي حق لابد ان انا اخد حقي. مش معقول انا اتظلمت في 2007 واتظلمت تاني في 2013 ولا كان 14؟ 2007 قدام انرام الساحلي. 2011 امام مايكل انرام في ملعب رادس مباراه سيمي فاينل. الماتش اللي برضه البطوله اللي فاتت في المغرب تمام، مباراه الوداد هناك برضه عندنا مشاكل تمام. فانت مش معقول كل سنه. لا في انت ناسي مباراه الترجي ازاروا 24 ساعه قرار بايقافه. ما هو دي برضه ما هي دي يعني بتاعت الوداد الحاجات دي بتاعت الترجي. ده بتاعت الترجي الموسم اللي فات. الموسم الاتحاد الافريقي بعد مباراه الاهلي والترجي فجاه تصريحات ضد كارتيرون وتحذيره ايقاف وليد ازارو صح لمده مباراتين يعني بره يعني خلاص البطوله خلصت. كان هناك عقوبه على المدرج الجنوبي اللي هو الثالثه اليمين هناك في ملعب رادس، تم الغاء العقوبه والسماح للجماهير التونسيه بالحضور بالملعب بالكامل. اذن الاتحاد التونسي الاعتداء اللي حصل على اتوبيس وشام محمد لما اتعور يا كابتن اين اتحاد كره القدم المصري من هذا الحوار؟ مش طرف. تمام. ازاي مش طرف؟ امال مين اللي مش طرف؟ امال الاتحاد التونسي ليه بيخش بيبقى طرف؟ الاتحاد المغربي. الاتحاد المغربي بيخش بيبقى طرف في كل حاجه. ده فوزي لكجع نائب رئيس الاتحاد الافريقي قايم بنفسه بالموضوع. انا عايز السؤال، هو مش الطبيعي ان الاتحادات هي المنوطه ان هي تخاطب الاتحاد الافريقي والدفاع عن انديتها؟ والدافع عن انديتها. والدافع مش هي المنوطه هو الاب الشرعي. ده الطبيعي يعني في كل الحالات. ليه احنا دايما لما بنيجي احنا، هو انا بتكلم عن الاهلي مش بتكلم عن الزمالك، خلاص الزمالك خد البطوله، بس بتكلم على الاهلي لانه الاكثر وصولا للنهائيات تمام. فبالتالي والاكثر تعرضا للظلم. بالظبط. حلو. فانت كون ان انت تبقى اكثر وصولا للنهائيات واكثر تعرضا للظلم لابد ان يكون في اتحاد كوره قوي واقف في ظهرك عشان يحميك ويحمي ويتشرف انه واقف مع بطل كبير. طبيعي يا كابتن. النادي الاهلي بينجز البطولات بجماهيريته. طبيعي، وضع طبيعي. في المغرب بيستشهدوا بالنادي الاهلي يا كابتن عادل. الراجل هو بيتكلم معانا في التليفون بيقول لك دور النادي الاهلي الكبير في القاره الافريقيه، الاحداث اللي بتحصل دي مهم جدا. يعني الانديه الكبيره لازم بالتاكيد تشوف الاحداث اللي بتحصل. انت النهارده لو غاب، لما بيغيب الاهلي او مثلا او الزمالك او الترجي عن النهائيات تمام، بتبقى البطوله التسويقيه للمباراه يعني ضعيفه جدا. النهارده لما الاهلي خرج من دور الثمانيه تمام، انت البطوله بالنسبه يعني بالنسبه لفئه كبيره جدا بطوله يعني
قل حجم كلمتها كبيره قل حجم الاعلانات المباراه النهائيه التسويقيه الناقله للمباراه معلش. قالت ان حجم الاعلانات النهارده في الفاينل ده اقل بكتير من مباراه الاهلي والترجي يعني انا هديك مثل بس معلش انا اسف يعني هديك مثل بالتنس يعني النهارده بطوله روما بتاعه الماستر بتاع روما ورولان جاروس اللي بتتلعب بطوله التنس لما فيدرر قال انا هلعب حجم التذاكر زاد وحجم البيع زاد هو كذلك النادي الاهلي في افريقيا يعني وده بطل عالم وده بطل افريقيا تمام لما النادي الاهلي بيبقى موجود في البطولات كل حاجه بتزيد وضع طبيعي يا كابتن انك لما يبقى عندك سوبر ستار حتى في الفرق نفسها لما السوبر ستار بيبقى موجود بيلعب المباراه بتفضل الجماهير قاعده بتنتظر النهارده شفت اتفرج على ميسي او اتفرج على كريستيانو واتفرج النهارده صلاح في ليفربول لما اللعيب السوبر ستار اللي الناس بتحبه بيبقى موجود حتى في الفريق مش هتكلم على فريق بشكل عام النهارده كل الدعايه بتزيد نسبه المشاهده بتزيد كل حاجه النسبه للقيم التسويقيه بتزيد كل حاجه بتزيد حضور المباريات بالظبط حضور المباريات نفسها الجماهير يعني فالنهارده لما يخرج الاهلي من البطوله بفعل فاعل تمام لابد انك يكون موجود عندك اتحاد كره قدم قوي تمام يدافع عن حقوق الانديه لان هو ده المنوط بالدفاع عن حقوق الانديه سواء اذا كان الاهلي او الزمالك او اي فريق بيوصل لافريقيا مش معقول احنا بنخرج 3 4 مرات من بطوله افريقيا بسبب تحكيم غبي وبالتالي ما بتلاقيش حد بياخد قرارات ولا حتى بص شوف لما خرجنا والاهلي قدم تظلم في موضوع انرامو اقل تقدير كان يجب انك توقف الحكم يعني بص يعني دي فضيحه فضيحه بكل المقاييس ده مستقبل ارسال فضيحه بكل المقاييس بكل المقاييس والله العظيم فضيحه بكل المقاييس كان لابد انك توقف الحكم او اللاين مان واحد فيهم على الاقل توقف تمام خلصت المباراه الاتحاد المصري لم يقدم اي شيء ولا اي حاجه للاتحاد الافريقي والاهلي تظلم ولكن طالما انت ما عندكش السبورت اصلا من الاتحاد بتاعك طب اقول لك السبورت اقول لك بقى يعني هكشف لك لاول مره كابتن عادل كابتن بلال على الكواليس فضل. السنه دي في مباراه الصفاقسي التونسي ومباراه نهضه بركان اللي هي كانت في السيمي فاينل الكونفدراليه قبل المباراه النهائيه بعد المباراه لما فاز نهضه بركان على الصفاقسي بثلاث اهداف مقابل لا شيء لاعبي الصفاقسي عايز اقول لك بهدلوا الحكم طاقم التحكيم خد علقه موت في الملعب قلنا خلاص ده نادي الصفاقسي هتصدر ضده عقوبات غير طبيعيه حرمان لعيبه ايقاف لعيبه قصه كبيره ده كانت على الهوا والناس كلها شافتها جلسه الاستماع اللي كانت في الاتحاد الافريقي بحضور مين اللي كان بيترافع عن نادي الصفاقسي وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي وبحضور طارق البشماوي رئيس لجنه المسابقات التونسي حلو تخيل العقوبات كانت ايه ايقاف 3 لعيبه 3 مباريات بس مفيش لا شطب ولا ايقاف سنه ولا حرمان النادي ولا اي قرار 3 مباريات فقط لثلاث لعيبه هو داخل الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد التونسي كان بيترافع بنفسه في جلسه الاستماع دفاعا عن نادي الصفاقسي رغم ان نادي الصفاقسي الكل شاف على الهوا اللي حصل يعني هتدافع عن ايه الناس كلها شافتها صوت وصوره ومع ذلك ثلاث مباريات بس ازاره توقف ماتشين من غير ما يعتدي على حكم علشان كده الاخ اللي بيتكلم الصحفي اللي بيتكلم من المغرب اعتقد انه وضح لنا صوره كلنا يعني بنجد الحرج ان احنا نتكلم فيها وهي انه الاخوه المسؤولين عن التحكيم في الكاف في علامه استفهام بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي باستمرار بتلاقي الحكام في جميع المستويات من دور ال 32 وانت طالع بتعدي المباراه تحس انك انت بتلاعب 11 ومعاهم الحكم. احنا يعني احيانا بيبقى عندك الحرج انك انت بحكم انتمائك ما بتقدرش تتكلم على التحكيم وتقول ان هناك اخطاء او الى اخره. لكن الاخطاء لما تبقى متكرره بهذا الشكل الغريب وبعدين توصل للنهائي وبعدين لما توصل للنهائي تقابل بهذا الكم من التعسف وتلاقي انا شفت بعض الحكام وهو بيكلم لاعبتنا بيكلمهم بعنف غير طبيعي وبعدين تبص تلاقي على الجانب الاخر تبص تلاقي هو بيكلم التيم المنافس يعني شكل تاني خالص الابتسامه وحتى يعني الانذار ما بيطلعش الا بالعافيه وكميه العنف اللي بنتعرض ليها كميه غير مسبوقه فانت مباراه سان داونز هنا كابتن في القاهره شوف طريقه الحكم مع اللعيبه هو نفس الحكم تفتكر بقول لك هنا المباراه اللي هنا بتاعت سان داونز شفت طريقه الحكم مع اللعيبه والعنف والقرارات الصعبه من اول لحظه تمام ومن اول دقيقه بيديك انذارات عشان خاطر يحجمك خلاص يحجمك ده راجل يا احمد مالي ايده الراجل مالي ايده بيه بالظبط يا كابتن مهما عمل لا ما اقصدش مالي ايده يعني عارف يا كابتن في مثل بيقول لك ايه تصدق وتامن بكام انا اقصد مالي ايده يعني ايه يعني راجل من اول دقيقه وبالماتش وفي جماهير 70 80 الف وراجل يعني ايه عارف ان هو مهما هيخطا مفيش هيحصل حاجه صحيح مفيش عقاب طبيعي انا اقصد مالي ايده بكده يعني ان هو يعني راجل
عارف ان هو هيدير المباراه ديت وهناك المسؤول عنه لن يحاسب. اصل فدي طبعا عمليه بتبقى من اساء من ايه من امن العقاب اساء الادب. اساء الادب. عارف يا كابتن يعني انا بس جت في 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 خاطري حاجه كده يعني لما احمد جه ومشي عيسى حياته قال لك بس الاتحاد المصري وله كل التاثير وله كل القوه وله كل شيء وهو اللي مشى عيسى حياته وهو اللي جاب احمد يعني ثم ما بعد يعني نيكست ستيب يعني هنعمل ايه طب بعد كده هو بقالوش سنه بيقول لك انا عليا في مؤامره علشان تمشيني يعني كل يوم بيطلع في حديث يقول لك في مؤامره عليا من اول الفار لحد التحكيم بيقول لك انا جايب احسن حكمين ومع ذلك الحكام بيخطئوا اخطاء قانونيه غير طبيعيه في ماتش الزمالك وفي ماتش الترجي خطا قانوني في ماتش الزمالك فعلا وطبعا دي معروض عليهم بكره اعتقد برضو لا ده في اجتماع لجنه انضباط بعدها بيومين لسه يعني اقصد يعني في الاسبوع ده يعني فهي علشان انت فاكر لما بقول لك الجمعيه العموميه سواء في الكاف لو الجمعيه العموميه بتعرف انها تختار الاختيار السليم هيجي رئيس كاف مالي مركزه مزبوط. مالي مركزه بمعنى ايه يبقى فيه اول حاجه بعملها ان انا الانديه الافريقيه وده اللي كنت بنادي بيه احمد باستمرار الانديه الافريقيه النادي اللي ما عندوش ملعب نجيله طبيعيه مظبوطه ما فيش الفندق المظبوط ما فيش الحمايه المظبوطه ما فيش اداره لداخل الملعب وخارجه ما يبقاش فيه اعتداء على الفريق المنافس جوه الملعب ما يبقاش فيه غير الاجهزه الفنيه وفقط الكلام ده لو انا رئيس الكاف هعمل ايه الحاجه دي اول حاجه هعملها ان انا الانديه اللي هتلعب في البطوله الافريقيه اذا ما عندهاش الصراحه دي النادي الاخر لو مركز ثاني او ثالث هو اللي يدخل وبقرارات حاسمه الحاجه الثانيه عنصر التحكيم من اهم العناصر الموجوده في اللعبه عنصر انت التالي. انت ازاي سايب العنصر ده بهذا الكم من الاخطاء انت ازاي مع عندك 52 54 دوله وعندك فلوس ما شاء الله يعني كتير قوي الايرادات بقت في الاتحاد الافريقي كبيره ما انتش قادر يا راجل الشاشه ما تطور في ماتش الترجي حاجه تضحك الجهاز الفار حاجه تضحك حاجه كده زي التلفزيون على فكره اللي مصر بتاع زمان الشاشه دي كانت بتنقل المباراه اللي احنا شايفينها على قناه ناقله للمباراه يعني عشان كمان يبقى في مشهد انت شفتها عامله ازاي حاجه شاشه 14 بوصه حاجه هي على فكره هي يعني ده ومحطوطه في حته صح حته غلط قدام الجمهور تخيل واصلا تتحط ليه وما فيش اصلا تقنيه الفيديو فوق ما فيش الغرفه يعني الغرفه اصلا مش موجوده انت عارف الحاجه الثانيه يا سعيد يعني انت عاملها وبعدين الحكم الرابع والحكم عمالين يشدوا اللعيب انا اشد اللعيبه ليه اللعيب اللي هيجي في الحته دي انذار ايقاف هو القانون بيقول كده انذار كارت احمر بره بس السؤال المهم يا كابتن دلوقتي هو دلوقتي ما فيش اوضه للفار طب هو النهارده لعيبه الوداد هيعرفوا ازاي ان مفيش هيخشوا يعني يشوفوا اذا كان في اوضه لا ده الحكم كان بيعمل حاجه غريبه ده الحكم كان كل شويه بيعمل على السماعه واصلا لا ممكن يكون بيتكلم من الاثنين اللي واقفين جنبه لاين انت بتتكلم بره بعد ما خلص ساعه الحدث نفسه عشان في مراقب ممكن يكون بيتكلم بره مع المراقب هو المفروض او بيتكلم احمد عادي بسيطه انت زي ما قلت عارف يا كابتن حراج يعني برضو يعني بص هو كابتن بص يا كابتن في الصور المساعدين كانوا معاه في نص الملعب على فكره كانوا جنبه تمام وهو واقف عمال يعمل على السماعه المساعدين اهو يعني هو المفروض بيعمل على السماعه المفروض هو بيكلم ساكوزي الحكم الزامبي اللي موجود في تقنيه الفيديو فوق في الغرفه اصلا ما فيش حد في الغرفه يعني اصلا ما فيش حد في الغرفه فبالتالي ده الاستفسار اللي احنا كنا بنساله طب اقول لك على حاجه كابتن بلال وكابتن عادل دلوقتي جهاد جريشه اتوقف بعد المباراه السابقه بسبب خطا فني حلو وعلى فكره قرار الايقاف صدر من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لا مكتب تنفيذي ولا لجنه انضباط ولا اي لجنه داخل الاتحاد الافريقي من لجنه الحكام اللي على فكره عضو فيها عصام عبد الفتاح ست شهور بس عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي عصام عبد الفتاح اللي هو رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري طيب المفروض دلوقتي الدفاع ادى صوته لمين لا ده الغريب ان القرار اصلا لما بعد المباراه يعني حسب ما فهمنا وحسب ما جات لنا من معلومات ان تقرير لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي والمراقبين لجهاد جريشه كان تقرير عالي ده طبيعي الراجل عمل حاجه عمل مباراه يعني لو اخطا قوية في جداً الهدف لكن ضربه الجزاء مش ضربه جزاء فعلا لكن اخطا في الهدف تمام. مثلا بس خطا فني وارد درجه التقرير او درجه التقييم لجهاد جريشه في المباراه كان درجه عاليه من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واللي وقف جهاد جريشه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واللي عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي عصام عبد الفتاح واللي التمس على قرار ايقاف جهاد جريشه لجنه الحكام في الاتحاد المصري مش الاتحاد المصري يعني لجنه الحكام اللي برأسها عصام عبد الفتاح اللي هو عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي اللي خدت القرار
مش مهم، ممكن اصل عصام عبد الفتاح لوحده برضه مش هيدي قرار، يعني اكيد في يعني مجموعه كبيره من اللي بياخدوا القرار. بس هي الفكره هنا، انت لو اتحاد قوي، انا اسف يعني معذره ان انا بقول الكلام ده، يعني مش هتقدر الحكام بتوعك مش هيتهانوا بالشكل ده، يتوقف ست اشهر. لا يا كابتن، انت عارف ده معناه ايه؟ عن بطولتين مهمين قوي، انا اسف الامم ورجع من بولندا. انا اسف يا كابتن، يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحكم مرتشي. انا اسف يعني، هو طبعا يعني جهاد جريشه ده حكم متميز جدا وحد محترم جدا وراجل اخلاق، بس انا بديك التصور يعني، اصل انت توقف حكم ست شهور يعني ايه؟ يعني ارتشى. انا اسف يعني في اللي بره خطا، ده معناه يعني، قصدي يعني ده معناه متحيز يعني، هو ده التحيز بعينه، هو متحيز لفرقه الترجي فبالتالي لغى الهدف اللي موجود، هو ده معناها. فلو ما كانش انت اتحاد كوره ليك وقفه قويه جدا وبتنادي وبتقول، ده معناه انت مصدق على هذا الكلام. ما ده غريب، انا مش فاهمه. وهتقعد تقول لي تبعت ورقه كده فاكس للاتحاد الافريقي، والله احنا بنتظلم من القرار، هدوه شويه. ايه الكلام ده؟ بلال الخبر طلع لجنه الحكام هي اللي بتلتهي، الحكام اللي بيعملوا معانا عجب العجاب في البطولات الافريقيه الاهلي، تمام، وما بنشوفش حاجه، ولا بنشوف حكم اتوقف، ولا حتى اتبعت له انذار، ممكن يتبعت له بوكيه ورد بعد الماتش بعد ما يبقى سبب في خروجه. هي سابقه لاول مره حكم لا استحاله يتم ايقافه بسبب خطا فني. انت طالما مالكش قوه يبقى في انتفاضه، لان ده مصري محترم قاضي وبيتهم بالطريقه دي. انت بتقول للعالم ان الراجل ده مرتشي ازاي؟ بالظبط يا كابتن، بتبعده عن بطولتين. هو ما قالش كده، هو ايوه ده معناها يا محمد. هي ليها معنى تاني، انا النهارده زي ما كابتن بيقول كده، كابتن عادل قال ايه؟ قال ده راجل مرتشي. ليه مرتشي؟ ما هو انت بتقول ما حسبش هدف وهو عارف انه هدف، ده معنى ايه؟ انه راجل قابض فلوس، ما هي كده. انت قصدك في الدهاليز او في الكواليس؟ ايوه بالظبط. بالظبط، القرار اللي بطل بسبب الاخطاء الفنيه. يعني هو القرار الاخطاء الفنيه، فين الاخطاء الفنيه؟ وجهه نظر الاتحاد الافريقي قال اخطاء فنيه، وانا مش مع القرار على فكره، انا بدافع عن جهاد جريشه. هسالك سؤال، حكم كاس العالم مصر والسعوديه، حلو، البنالتي بتاع السعوديه، هل ده بنالتي؟ لا مش بنالتي، ورجع الفار واصر اتوقف. لا شفنا عليه قرارات، بقيه المباراه ادى بشكل جيد، الحكم ادى بشكل جيد بقيه المباراه، ولكن دي قرارات ما ينفعش تقول لي الحكم فيها يعني الكره ما عملهاش بايده كده وقال لك لا مش بايده. ماشي اوكي، لان كمان في، خد بالك، وفي يعني طالما هو خد القرار بنفسه، اذا هو حسبها هدف. ما انا هقول لك، بس استنى بس، تمام، انا هقول لك اهو، يبقى في المسؤولين عن الفار الحكام التانيين ليهم قرار عكسي، هم قالوا يرجع للفار بالظبط. يعني احنا مش متاكدين، فطالما مش متاكد يبقى انت بتسيب للحكم، فاذا ما تقدرش تلوم الحكم الا لو هم قالوا لا وهو قال اه تعنتا يعني. فانت في كل الحالات كمان انت لازم تعمل هجوم شديد جدا في الحته دي. لا، اتحاد الكره لما يتخذ اي قرار، ولجنه الحكام هي اللي التمست على ايقاف جهاد جريشه، وحاجه غريبه انا مش فاهمها بصراحه. طب بعد المباراه الاخيره الترجي والوداد، هل بكاري جسام هتصدر ضد عقوبات رغم كل الاخطاء الاداريه اللي حصلت؟ بكاري جسام احد الاسباب الرئيسيه فيه، لكن هيتم ايقافه؟ مش هيتم ايقافه. هيتم ايقافه ازاي؟ ده هيلعب بفرقه خلاص. طبعا كلنا لازم نشيد بالكابتن جهاد جريشه، لان راجل حكم سمعته سابقاه ومن افضل الحكام في القاره الافريقيه، افضل الحكام، وراجع بالزبط. من كاس عالم ورايح بطوله الشباب، وكان في بطوله بولندا في كاس العالم الشباب، كاس العالم الشباب، وبعدين عندك امم افريقيا كمان ايام، تمام. فانت بتستبعده عن بطولتين، وده حكم مصري، ظلم. انا ازاي انا ما انطفتش كاتحاد كوره ادافع عن يعني عنصر من اهم العناصر، سمعه الراجل، والراجل غلط خطا فني، واهم حكم عندي، واهم سيبك ده مصري، ازاي مصري انا وكاتحاد كوره ازاي ما اوقفش معاه واسنده ويبقى ليا وقفه قويه من كابتن هاني ابو ريده ومن مجلس الاداره. يعني عمرها مساله توازنات داخل الاتحاد الافريقي على فكره يا كابتن عادل. طيب، ده كانت نهايه الملف النهارده المتعلق بمباراه الترجي والوداد، ملف شائك وفيه تفاصيل كتير، وعلى فكره الملف ده هيرتبط باللي هيحصل في السنه الجايه في بطوله افريقيا للانديه، ومرتبط بكاس الامم الافريقيه، في احداث كتير هتحصل الفتره القادمه، عشان كده بنلقي الضوء بشكل مستفيض على هذه الاحداث، عشان الجمهور يبقى عارف الاحداث بتسري ازاي داخل الاتحاد الافريقي قبل اجتماع المكتب التنفيذي غدا في باريس ان شاء الله لمناقشه هذه القضيه اللي مش هتكون نهايتها 4/6 غدا. لسه الاحداث متلاحقه وقد تصل للاتحاد الدولي لكره القدم، وقد تصل ايضا الى المحكمه الرياضيه في سويسرا. بعد الفاصل مناقشه الملف المحلي والعوده من جديد الى الكره المصريه، وما هو قادم بالنسبه للكره المصريه في ظل عدم تكافؤ الفرص ونهايه الدوري الانديه وانديه اخرى، وعدم اعلان شكل جدول الدوري بعد ما اتحاد الكره كان اعلن من 5 ايام ان غدا سيتم اعلان التصور النهائي لجدول الدوري العام. فاصل ثم نواصل حديث عن الكره المصريه وموقف النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال الفقره الحواريه مع اثنين من نجوم طبعا برنامج الاهلي الليل النهارده الكابتن عادل طايمه والكابتن احمد بلال. طبعا الفقره السابقه كانت فقره ساخنه جدا، اتكلمنا عن موضوع الاتحاد الافريقي وماتش الترجي والوداد، وكنا نتمنى ان يكون معنا تليفون من تونس لكن للاسف الزملاء هناك في تونس ما حدش بيرد عشان نسمع برضو وجهه النظر الاخرى فيما يتعلق بنادي الترجي والخطوات القادمه بالنسبه للترجي التونسي. لكن بص قبل ما تخلص بس الحته دي نخش على الدوري المحلي قبل ما تخلص الحته دي بس هقول نقطه بس صغيره يا كابتن بعد اذنك، يعني لا لوم على الترجي على الاطلاق في اي شيء يا كابتن، انا قوي بستغل القوه بتاعتي خالص، يعني ما تقدرش تلوم الترجي وتقول هم بيعملوا ويجيبوا الماتشات عندهم قوه، انا راجل قوي بستغل القوه بتاعتي فقط لا غير، يعني ما حدش يلوم على الترجي يقول له الترجي بيعمل كذا فهو لا، انا عندي اتحاد قوي بستغل ضعف الاتحاد الافريقي اتحاد قوي يا كابتن تمام، بشتغل بيشتغل صح، ماتشاتي كلها النهائيه كلها بتتلعب عندي في ملعبي بالظبط، ما فيش بار مش مهم، بكسب البطوله باي شكل من الاشكال، فاذا انا اتحاد قوي فبقدر استغل الحته دي فقط غير عشان بس ننهي الموضوع ده تمام. طيب الدوري المحلي والكره المصريه، ويمكن يا كابتن عادل يا كابتن بلال يعني المشاهدين معانا ارجعوا كده لحلقه يوم 28 ابريل من شهر او اكتر، اتكلمنا هنا في قناه النادي الاهلي على مسابقه الدوري العام، واتكلمنا ان القيد المحلي والقيد الافريقي هيبقى كارثه على الانديه المصريه، وقلنا ان الدوري العام هي مسابقه اصبحت على المحك بسبب المواعيد وبسبب تداخلات تاجيل عدد من المباريات، وبالتالي هيكون في صعوبه كبيره جدا لانتهاء الدوري قبل كاس الامم، لكن النادي الاهلي كان ليه دور في هذه الجزئيه واتكلم، قال لك في خطاب من الاتحاد الافريقي وحدد مواعيد القيد خلال الفتره القادمه، وبالتالي هذا الخطاب وهذه المواعيد تجبر الجميع على نهايه الدوري قبل كاس الامم. طيب كابتن عادل، يعني قلنا الكلام ده من شهر وبنأكد الكلام ده قلناه، ما كانش ليه علاقة بنتيجة مباراة أو موقف الأهلي في الدوري، لكن هي كانت جزئيات بنحددها لكل المشاهدين. دلوقتي بيتلعب الأسبوع الـ 34 في الدوري، مبدأ تكافؤ الفرص خلاص أصبح غير موجود لأن الزمالك لسه عنده مباراة مع الجونة، والجونة خلاص قعد في الدوري، فبالتالي مباراة قيمة ليس لها قيمة بالنسبة لنادي الجونة، والأهلي طلب من اتحاد الكورة يعلن التصور النهائي عشان الدوري لازم يخلص قبل كأس الأمم، واتحاد الكورة ما ردش. تعليقك على الاحداث وتعليقك على هذه المواقف وايه المفروض يحصل خلال الساعات الجايه؟ والله يا جماعه دول الحقيقه مخلينا معيشنا على طول في مشاكل، يعني المفروض الكره دي اتعملت علشان الناس تستمتع تتبسط ويبقى في نوع من انواع الـ المتعه، متعه كره القدم بالظبط، متعه كره القدم من ضمنها من اهم عناصرها العدل. اخر ثلاث اسابيع انا يعني بنقول للجمهور يا كابتن احمد تابع كل الدوريات في العالم اخر ثلاث اسابيع كلها في وقت واحد صح يا كابتن، من الدوري الانجليزي الدوري الاسباني الدوري بلاش الدوري الانجليزي والاسباني الدوري التونسي التونسي والمغربي يعني في رمضان في رمضان بيلعبوا بالنهار النهارده مشاكل بتلعب عشان مبدا تكافؤ الفرص صح مبدا تكافؤ الفرص، انت بتظلم ليه بتظلم الناس ليه؟ الناس دي هي انتخبتك في جمعيه عموميه علشان تجيبك تدير اللعبه، وبقول تاني وبعيد وبكرر يا اخوانا دوري المحترفين امتى هيبدا؟ يا باشمهندس هاني امتى دوري المحترفين والرابطه اللي هتدير المسابقه دي علشان تبعد نفسك عن اي مشاكل ممكن ان هي الاتحاد يتعرض لها؟ يا اخي انت تفرغ للمنتخبات الناشئين والشباب واعمل منتخب قوي من الصغر كده لحد لما تطلع منتخب اولمبي، منتخب اولمبي يبقى كل عناصره رايحه للفريق الاول او فريق الشباب على طول معظمه مع الفريق الاول. الكلام ده انا بتفرغ ليه؟ الدوري المحلي بتاعنا سمك لبن تمر هندي، ما ينفعش ابدا ان انا النهارده في ناس هتلعب وبعدين بعد اسبوعين ايه بعد خمس ست اسابيع او ما كمل الدوري، تكمل الدوري على اي اساس؟ طب انت ضامن انت كاتحاد كوره، وانا اسف يعني انا اسف، ضامن انت كاتحاد كوره انك تستمر بعد بطوله افريقيا؟ يعني يا اخي ابسط حاجه ان انت مهمتك ان تخلص دوري، خلص الدوري في الميعاد المناسب وكون قوي، انت جمعيه عموميه منتخباك باكتساح، لازم انا ابقى قوي وانا بدير اللعبه دي واديرها لصالح الكوره، وبعدين انا ما بخافش من رئيس نادي او رئيس منظومه او رئيس منطقه، او انا بدير لعبه وبديرها اذا انا عايز اديرها، ما انتش عايز تديرها سيبها يا اخي لل 18 نادي، 18 نادي دول اللي اختاروا من وسطيهم 8، الثمانيه دول يديروا المسابقه ديت، انت مالكش دعوه بيهم. طيب. هل دي مشكله بالنسبه لك؟ ولا انت لازم عايز تبقى حاطط مراخيرك في كل صغيره وكبيره علشان يبقى في نوع الله انا مش عارف اقول ايه، بس يعني يا اخوانا ده قالب به قالب به، مسابقه بتقام في مصر ام الدنيا، انا مش عارف الاسابيع مين هينزل ومين هيقعد والدوري هيخلص امتى؟ احنا الدوري ده بتاعنا داخل في 15 16 شهر ليه؟ عشان ايه؟
واللعيبه دي اللي بتاع الاهلي والزمالك والانديه هتكمل لحد الاخر، هياخدوا راحه امتى؟ انت هتخلص هتخش على بطوله افريقيا على دوري عام، هتأيد لعيبه امتى؟ هتجيب لعيبه جديده امتى؟ هتجيب جهاز فني امتى؟ هتصرف الشهرين دول منين؟ يبقى الاتحاد بقى يعوض الانديه ديت، يدي لها فلوسها. يعني انا يعني المنطق يعني انت كده، وبعدين نطلع نقول عندنا بنيه تحتيه وعندنا مسابقه، فين المسابقه دي؟ يعني المسابقه دي اللي مالهاش راس من رجلين، مالهاش اساس. وبعدين على مستوى التحكيم احنا بنشوف الدور المجاوره بينا، مش عيب ابدا ان انا في السعوديه اجيب خبير تحكيم اجنبي، جايب خبير تحكيم اجنبي، والسنه دي كل الحكام اجانب ومخلي الحكام السعوديين قاعدين بيدرسوا، بيعملوا دورات بحيث سنه كامله يدرس الحكم ده بيتحرك ازاي، قراراته ازاي، كل صغيره وكبيره. ثم الموسم اللي جاي ده بالرغم ايه؟ بالرغم ان الانديه في السعوديه لا تجرؤ ان هي تعترض على التحكيم. ايوه طبعا، لان في منظومه لا تجرؤ ان هي تعترض على التحكيم، فاهم قصدي؟ بعد المباريات والقرارات وتطلع ماسك تتكلم. لكن بص يا كابتن، وجهه نظري طول ما الانديه اقوى من الاتحاد طبعا تمام، اذا توقع اي شيء في كره القدم. النهارده الدوري الانجليزي، بلاش الدوري الايطالي، اليوفي التاريخ نزل درجه ثانيه عادي جدا، نزل درجه ثانيه صح، الاتحاد يعني نزله درجه ثانيه، اليوفي اللي هو التاريخ كله يعني، فاهم قصدي؟ افكرك يا احمد نزل امتى؟ ده نزل بعد ايطاليا خدت كاس عالم بالظبط تاني يوم بالظبط، والناس بتحتفل نزلوا، تخيل لحد قال لك بقى مش عايزين نفسد فرحه الناس الايطاليين بالبطوله يعني وكاس العالم، ونعمل قعده عرب وانتهى الموضوع خلاص، وانتهى الموضوع خلاص. هل يوفنتوس بقى قال الجماهير تطلع وتخبط اتحاد قوي يا كابتن، اقوى من الانديه، ده وضع طبيعي. يعني انا مش بقول انه اقوى من الانديه ان هو يعني يفرض السيطره، ولكن الرولز هي اللي بتفرض السيطره على كل حاجه. طالما عندك يعني النهارده انا هقول لك على حاجه يا كابتن بعد اذنك. النهارده لما جه الجدول بتاع فبراير للنادي الاهلي تمام، 8 مباريات تقريبا في فبراير، 8 اعتقد يعني على ما اتذكر، الاهلي لم يعترض لان كان جدول قبلها محطوط، فانت لم تعترض وكنت بتلعب افريقيا تمام. طيب الاعتراض على ايه؟ انك انت سايب الامور عشوائيه، سايبها عشوائيه، يعني مفيش مبدا تكافؤ الفرص بالنسبه لك خالص. النهارده المقاولين لو كسب النهارده هيلعبك وهو يعني تركيز 100% سواء اذا كان بعد البطوله او قبل البطوله، لانه خلاص بيلعب على المركز الرابع فاهمني. طب لو خسر يبقى انت تلعبه وهو مستريح. الزمالك نفس الموضوع، النهارده كسب حرس الحدود، المباراه اللي جايه الاسماعيلي خلاص مش فارقه مع حاجه، قاعد في الدوري العام ممكن يلعب الناشئين. اذا انت مبدا تكافؤ الفرص ما اتحتوش. انا فرقه تلعب بعد افريقيا هتكون اللعيبه الكبيره اللي موجوده بيلعبوا في حته ثانيه وبتمرنوا في حته ثانيه استعدادا للبطوله اللي جايه، وبيلعبوا بالناشئين عادي وارد جدا طبيعي ما فيهاش. فكرك بحاجه ثانيه قبل ما نفكرك كابتن عادل، معلش هنرجع نتكلم في الموضوع ده لان جالنا تليفون من تونس، لان عايزين نسمع وجهه النظر الاخرى برضو في تونس هناك. معايا على التليفون الاعلامي هيثم الرشدي. هيثم مساء الخير عليك، وكل طيب طبعا، رمضان كريم وخلاص على اعتاب العيد المبارك باذن الله. مساء الخير، اهلا بيك محمد، مساء الخير، اهلا وسهلا بك وكافه الضيوف وكافه الشعب المصري، ما شاء الله عيدكم مبروك. بس نحن في تونس العيد ما زال يوم الاربعاء زينا، لكن هنا في زي مثل مصر، لكن انا العيد بكره لانه العيد غدا، انا في باريس الان في اطار المتابعه والمتابعه الفوريه خاصه لما سيحدث غدا في اجتماع الاتحاد الافريقي تمام في العاصمه الفرنسيه باريس، لانه انا متواجد تواصل لباريس. انت موجود في باريس؟ انا في باريس. طب كويس قوي. انا في باريس متابعه الاجتماع غدا ان شاء الله انطلاقا من الساعه 9 صباحا بتوقيت العاصمه الفرنسيه باريس، فين اين سيكون الاجتماع على المكتب التنفيذي للكاف، ومن بعد ذلك النقطه الختاميه لهذا الاجتماع ستكون ما حدث في مباراة النهائي الافريقي بين الوداد البيضاوي وترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المبارك، وشفنا تلك الصور التي تحز في انفس كل عشاق كرة القدم من كان في افريقيا او في العالم لهذه الصور التي شاهدناها من سوء تنظيم واجواء بصراحة تمس بكل القارة الافريقية والقارة السمراء، ونحن على ابواب كأس أمم افريقيا اللي على الاقل طيب. كأس أمم الافريقية تغير نوعا ما صورة ما روج لكرة القدم الافريقية. طيب هيثم، انا من حسن حظي ومن حسن حظ كل المشاهدين ان انت موجود في باريس. المكتب التنفيذي غدا سيترأسه احمد وكل اعضاء المكتب التنفيذي موجودين. الاجتماع جدول اعماله هيكون فقط احداث مباراة الترجي والوداد. ايه الجديد عندك في موضوع هذا الاجتماع؟
لا 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 لا، جدول الاجتماع سيكون هناك عديد المواضيع. اولا ستكون خاصه ما يروج له عمرو فهمي والخلاف البقاء بين عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الافريقي، لانه اليوم هناك كانت وزع منشورات على الاعضاء طيب ده جانبا، لا ده جانبا، لا انا عايز اتكلم بس على موضوع الترجي والوداد. يعني بكره في الاجتماع ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيدور في هذا الاجتماع بالنسبه لماتش الترجي والوداد؟ بالنسبه لمباراه الترجي والوداد، الاجتماع سيكون هو النقطه الختاميه. من المنتظر كونه ممثل تونس في الاتحاد الافريقي سيطاء الشناوي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع. ايضا فوزي نقجع ممثل رئيس الاتحاد المغربي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع، بقيه الاعضاء فقط هم الذين سيكونوا حاضرين في هذا الاجتماع. اكيد سيتم مراجعه ما حدث في مباراه الترجي ومباراه الوداد، اكيد سيتم العوده خاصه بموضوع الفار والبيان الرسمي للشركه التي تظهر على الفار والشركه المسؤوله عن الفار، لانه صراحه حتى البيان الذي نزله نزلته الشركه الانجليزيه فيما يخص الفار والقطعه التي لم تصل الى تونس وبسببها تم ما حدث خاصه من عدم استعمال الفار، يعني هذا كله ولو انه حسب الكواليس او حسب المعطيات الاوليه التي شاهدناها والتي لمسناها كل معظم رؤساء الاتحادات كانت حاضره هنا، الكل يستغرب خاصه عدم مواصله الوداد البيضاوي وانسحاب الوداد البيضاوي للمباراه، لانه حتى ما دونه حكم المباراه هو انسحاب الوداد البيضاوي بتعالى كونه الفار لا يعمل وكونه بتعالى كونه الفار وصل تقريبا وصل متاخر الفار، يعني وصل تقريبا الساعه 12 بعد تقريبا لو كانت المباراه انتهت وتواصلت على موعدها الاصلي لكانت الفار اتى متاخر. لكن اللي حصل في المباراه هو لما نزل رئيس الاتحاد الافريقي احمد كان اقترح على زوز الساعه على رئيس الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المغربي وعلى رئيس الوداد البيضاوي السيد ناصيري هو مواصله النصف الساعه التي لا زالت المباراه باستعمال الفار، لانه الفار وقتها وصل، لانه الفار تاخر في الوصول الى ملعب رادس. لكن رئيس الوداد البيضاوي الناصيري قال نواصل المباراه لكن نعود الى لقطه هدف المباراه، وبالتالي السيد حمد المدي برئيس الترجي التونسي قال اوكي لكن نعود الى لقطه ضربه الجزاء، وبالتالي استحاله، يعني سنقول حتميه، يعني نلعب منين؟ نبدا منين؟ الترجي صح، الوداد يقول لك انا العب من نرجع الى ضرب الى الهدف، لكن الترجي يقول لك انا كمان نرجع لضربه الجزاء التي لم يعلن عليها الحكم الاول. لكن تؤكد يا هيثم، انت بتاكد ان بكاري جسامه حكم المباراه اكد في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب الوداد؟ انا المباراه انسحاب الوداد، يعني الوداد رفض العوده للمباراه، هذا ما اكده جسامه وهذا ما اكده حتى رئيس الاتحاد الافريقي احمد، لانه صراحه في تلك الوضعيه استحاله، تقريبا ساعه ونصف والمباراه واقفه، المباراه ليس هناك اي حل. الوداد يرفض المواصله المباراه، لانه الاقتراح الاول لرئيس الاتحاد الافريقي كان مواصله المباراه بالفار في النصف ساعه من اللحظه اللي احنا فيها من اللحظه، لكن الوداد يرفض، يريد العوده الى نقطه الهدف، والترجي يريد العوده الى نقطه ضربه الجزاء، يعني هنا استحاله. من اين سنبدا المباراه؟ اذا غدا سيكون اجتماع ساخن، ننتظر عقوبات صارمه وصارمه جدا في الاتحاد الافريقي، لانه على الاتحاد الافريقي على الاقل حفظ ماء الوجه، لانه رئيس الاتحاد الافريقي مثل ما اكده انه تعرض اعتداء لفظي من بعض المسؤولين هناك الحاضرين، ايضا الحركه التي قام بها رئيس الوداد، وهو يعني صراحه مهما كان شرطه الترجي هذا التونسي لما انهزم من مازن بخمسه ولم ينسحب، شفنا الترجي في النسخه الفارقه مع الاهلي المصري الثلاثه لقطات بتاع ضربتين جزاء والورقه الحمراء التي لم تعلن ضد ازار، ولكن الترجي بالرغم ذلك واصل المباراه ولم يقل الحكم معناتها اخطا في استعمال تقنيه الفار، يعني صراحه الانسحاب هو المشكل، انسحاب الوداد البيضاوي يوم تلك المباراه هو المشكل الكبير، وهنا صراحه الاتحاد الافريقي في موقف لا يحسد عليه، وخاصه رئيس الاتحاد الافريقي احمد في موقف لا يحسد عليه، خاصه لانه اعلى كاس الشق المغربي والاشقاء المغاربه يريدون اعاده المباراه بكل ثمن. طب سؤال اخير هيثم، سؤال اخير، قرار انهاء المباراه هو قرار الحكم بكاري جسامه ولا قرار احمد رئيس الاتحاد الافريقي، بما انك انت كنت موجود في ارضيه الملعب؟
كنت موجود، هو اللي قرر اتخذ جماعه، لانه مختلف اعضاء الاتحاد، مختلف اعضاء المكتب التنفيذي الذين كانوا حاضرون في المنصه اكدوا كونه على الحكم فقط هو اختيار، لانه القانون اكدوا مثل ما يقوله القانون والفصل 22 وهو انهاء المباراه هي مسؤوليه الحكم فقط. وبالتالي ومن بعد ذلك للاتحاد الافريقي النظر والمكتب التنفيذي النظر في قرار الحكم، لكن لا احد له المسؤوليه وله الشرعيه في النزول او الحديث او التكلم عن الحكم. وهذا هنا اللخصه اللي صارت، لانه يعني حتى رئيس الاتحاد كان غاضب من رده قسامه، لانه يعني قال لقسامه بالحرف الواحد لازم عليك ان تاخذ مسؤولياتك، يجب عليك ان تتحمل المسؤوليه كامله وصلاحيتك كامله وتفعل ما تراه صالح وتفعل ما يقيم عليك القانون. وبالتالي قسم مع نادى القائد النادي الوداد البيضاوي وتوجه له بالحديث هل ستواصل المباراه؟ فقال لا لن تواصل المباراه بما انك لم تعيد المباراه منذ لحظه الهدف الملغى، وبالتالي هذا ما اضطر قسم الى اعلان نهايه المباراه وفوز الترجي الرياضي. يعيشك يا هيثم وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نشوفكم في كاس امم افريقيا يا رب. يا رب ان شاء الله توصل مصر بالسلامه، وان شاء الله هنتابع معاك خلال الساعات القادمه ماذا جرى في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في باريس، واجتماع ساخن جدا زي ما اكد لنا زميلنا هيثم الرشد الاعلامي التونسي. وهنا يعني بنسمع الراي والراي الاخر، جبنا تليفون من المغرب، عرفنا الاجواء في المغرب والتفاصيل المتعلقه بنادي الوداد والاتحاد المغربي كيف ستحدث وكيف سيطرا عليها من تغييرات خلال الساعات القادمه، وايضا وجهه نظر تونس والاعلامي التونسي بما جرى وطرا في هذه المباراه، واكد لنا في تصريح خطير جدا يعني على مسؤوليه هيثم الرشد ان بكاري جسامه كتب في تقريره، بما ان هيثم كان موجود في ارضيه الملعب وقريب الصله من كل الناس اللي كانت موجوده في ارضيه الملعب، ان بكاري جسامه كتب في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب نادي الوداد وبالتالي منح اللقب لفريق الترجي. هذه المعلومه على فكره هتكون فاصله بشكل كبير جدا في اجتماع المكتب التنفيذي، لان تقرير الحكم ومراقب المباراه هيكون في صالح الترجي، لكن تقرير الشركه المسؤوله عن تقنيه الفيديو هتكون في صالح نادي الوداد. هنشوف بكره هيحصل ايه في المكتب التنفيذي. كابتن عادل، كابتن بلال، موضوع شائك وبنسمع عنه، لكن نخلينا في الكره المصريه. انا يعني بستغرب هل الاخ الصحفي عرف التقرير منين؟ يعني التقرير ده يعني سري وبيروح لك. انا سالت الحكم بعد الماتش انت صفرت بناء على ايه؟ قال لك انسحاب الوداد. ما ينفعش يساله، ما ينفعش قانونا، ما ينفعش يساله. التقرير ده بيبقى سري وبعدين بيروح للاتحاد في الكاف وبعدين هم بيطلعوا على التقرير وبعدين بياخدوا القرار. فانا بستغرب ان الحكم يبقى يعني انت التقرير ده بيتباعد، حتى احيانا الحكم بنفسه يروح الاتحاد وبيسلمه بنفسه بحيث ان هو ما حدش يطلع عليه، لان هناك اسرار هتظهر تفاصيله لما الوداد يروح للاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه لو القرار مش في صالحه. هنا ساعتها الوداد بيطلب صوره من تقرير الحكم وتقرير المراقب من مراقب المباراه، واعتقد وقتها نعرف ايه اللي كتب في التقرير. والكابتن بلال لما في بدايه الحلقه لما قال الحكم علشان ينهي المباراه انت بيدي لك عدد معين 45 دقيقة، هل هو بعد 45 دقيقة انهى المباراة؟ لا ده ما انهاش، ده راجل لبس ترنج وفضل قاعد عشان برد وقعدنا ساعة ونص او ساعتين الا ربع. لا ده في حاجة احسن من كده يا كابتن. ان هو بيقول ان رئيس الاتحاد تدخل وقال لك ايه رايكم نكمل نص ساعه الباقي من الماتش. ده قال له نقطه غريبه فعلا. ده دوره رمضانيه. قال له الفار رجع، قال له الفار موجود دلوقتي. دوره رمضانيه يا كابتن، دوره رمضانيه بقى فيها احترام اكتر كده. ده بيقول لك ايه رايكم نكمل بقى من نص ساعه، كل واحد بقى يتخيل. قال لك الفار دلوقتي موجود هنبدا نكمل. فالوداد قال له لا نرجع للعبه الهدف، فالترجي قال له لا نرجع لضربه الجزاء. عايز ايه نلعب منين يعني؟ انت عارف حاجه تانية، الجمهور قاعد والميعاد السحور الفجر كان خلاص هيدن. مشكله السحور كان هيروح على الناس. الناس مش هيصوم. بنسمع حاجات غريبه بصراحه يعني. نبدا نلعب منين؟ نلعب من دلوقتي نلعب من امبارح؟ طيب عموما في مباريات بتجرى في التوقيت الحالي في الاسبوع ال 34. اقول لكم النتائج سريعا يعني. بتروجيت والمقاولين العرب تعادل سلبي حتى هذه اللحظات 0-0. وادي دجله متقدم على الانتاج الحربي 2-0. الاتحاد السكندري متقدم على سموحه 2-0. حرس الحدود والزمالك تعادل ايجابي 1-1 بعد ما كان متقدم الحرس في الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء. كابتن بلال، يعني هذه النتائج بتنهي مسابقة الدوري في مسألة الفريق اللي هيهبط. صحيح. وهتحدد نوعا ما من الفريق الرابع في صح. مسابقة الدوري. المقاولين العرب وبتروجيت بالظبط هيحددوا مين الرابع. المقاولين العرب عنده ماتشين النهارده، ماتش وعنده ماتش مع النادي الاهلي. تمام. ودي عشان كده بقول لك دي من ضمن السياسات الخاطئه. النهارده المقاولين العرب مثلا يعني هيلعب النهارده، لو كسب هيبقى ماتش قدام النادي الاهلي ماتش حياه وموت. حياه وموت عشان يلعب في افريقيا. بالظبط. فاهم؟ خسر يبقى المسابقة انتهت بالنسبة له. بالظبط. حلو. زي نفس الامر الزمالك، زي الزمالك. ما انا بقول لك الزمالك الجونه خلاص قعد في الدوري الممتاز،
قيمته مع الزمالك خلاص مش محتاج. بالظبط مش محتاج. الاتحاد متقدم 3 جاب الهدف الثالث. بتروجيت النهارده وانس ان هو النهارده يتعادل او يتغلب يا كابتن هبط. خلاص صح. فبقيه الانديه لما تيجي تلعب المنافس اللي بينافس على بطوله الدوري العام ما عندهاش اي زمالك، لانه هو بالتالي زي ما انا قلت هيلعب بقى بناشئين، هيلعب بقى بلعيبه احتياطي، يجيب يمشي المدرب بتاعه عادي جدا ويجيب مدرب جديد يعني استثنائي كده يلعب المباراه اللي جايه اللي بعد افريقيا. اصبحت الامور عارف يعني تضرب والله الواحد غير مفاهيم. الواحد كان متعشم خير لان المجلس ده بيضم كفاءات من هنا بريده لحازم امام في لعيبه الكره في المجلس كابتن عادل يعني دول وبعدين دول يعني مارسوا عمليه الاحتراف صح. في اوروبا كنا متخيلين ان هيبقى فيه دوري منتظم، هيبقى فيه رابطه انديه محترفه الممتاز به يبقى فيه 20 نادي اللي احنا بحلم بيها طول عمري صح. ان الممتاز به يبقى 20 نادي ويبقى التلفزيونات يعني تتنافس انها تاخد الدوري ده علشان الدوري الشعبي يرجع تاني بعد ما يبقى دوري مؤسسات. الكلام ده كله انا كنت متخيل ان الحاجه دي هتحصل ويبقى فيه ما نلاقيش الكم اللي موجود في الملعب وتلاقي لعيبتنا داخلين اوضه اللبس جيش موجود. الكلام ده انا كمجدي او كحازم او كهاني او يعني احترامي ليهم الشديد المنظر ده بتشوفوه فين؟ بتشوفوه في اوروبا، بتشوفوه في البلاد العربيه اللي هي متقدمه. يعني اعتقد ان احنا النقله دي احنا متعشمين ان انتوا تعملوا حاجه تتحسب لكم في يوم من الايام. ما ينفعش حتى صح. بالنسبه للجنه الحكام على طول رئيس لجنه الحكام كلنا بنحترمه وبنحبه، بس مش معنى كده ان انا اجامله. الاقي اوزان حكام الجسم القوام، الراجل اللي بيخش الكليه الحربيه ده يبقى فيه قوام، كذلك الحكم القوام ده يبقى ليه تناسق معين. بس انا يعني هختلف مع حضرتك في الحته دي يا كابتن. بعد اختلف ولا يهمك. لا لا مش ليك انت شخصيا. لا انا بتكلم عليهم هم. ليه انا حضرتك لما ادي الحكم 500 جنيه ولا 1000 جنيه في الماتش، طب هو الحكم هيهتم بقى هيبقى بروفيشنال؟ انت مثلا اللعيب بتدي له مليون و2 مليون و3 مليون، فبالتالي اللعيب هو ده حكم اكل عيش. انما النهارده الحكم مش محترف يا كابتن. الحكم النهارده انت ما بتديلوش فرصه انه يهتم بنفسه. يعني لما تدي الحكم النهارده 1000 جنيه تمام في مسابقه تقريبا دخلت على المليار اهي تمام، يبقى انت كده بتظلم الحكام. انا اعتقد انه ياخدوا 3 في الماتش ياخدوا 3 في الماتش ده في نهايه الموسم بقى لما خدهم. ما اعتقدش. لا 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 وصلوا حوالي 2000 ونص 2000 تقريبا هم تقريبا 2000 يا كابتن 2000 جنيه بس برضه سواء 2 او 3 رقم بيدفعهم مواصلات وفندق او حتى 3 يا كابتن 3000 جنيه انت بتدي الحكم بيحكم مبارتين في الاسبوع عاوز يبقى فت طول الشهر عشان يحكم مبارتين في الاسبوع ياخد له 6000 جنيه طب بانهي منطق تمام يعيش ازاي الحكم ده يشتغل بانهي يبقى شبعان يهتم ازاي ما يهموش حقيقه باللياقته البدنيه وبشكله وبستايله انت عايز بقى واحد يعني هو ربنا فتح عليه بقى هو غني من بابه يعني قصدي عشان يهتم بالحته دي. طيب بالنسبه للنادي الاهلي الاهلي يعمل ايه دلوقتي؟ يعني الاهلي خد قرارات وارسلها للاتحاد المصري لكره القدم وقال له حدد لي موعد نهايه الدوري، انا عندي مرتبط بمواعيد القيد الافريقي اللي انت المفروض عارفها وتختارني بيها، لغايه دلوقتي ما اتخذش فيها اي قرار. نادي الجونه نفسه على فكره امبارح ارسل خطاب للاتحاد المصري قال له حدد لي مباراتي مع الزمالك امتى، موعد فتح باب القيد للسنه الجايه امتى، القايمه السنه الجايه 25 و30 امتى، هتعمل ايه في القمه الافريقيه؟ لا ما هو الجونه مش في القمه الافريقيه بس لا يعني الجونه بيتكلم محلي. انا بتكلم على الاهلي بيتكلم افريقي. هو محلي هتاثر عليك انت لو القايمه السنه اللي فاتت السنه الجايه 25 لعيب انت هتضطر تمشي لعيب. هتمشي مش اقل من 8 لعيبه. هتمشي لعيب غير اللعيبه المعاره اللي عندك تمام. انت الى الان انت مش قادر تاخد قرار انت كنادي اهلي لان خلاص الموسم بالنسبه لك لم ينتهي. طب انت المدير الفني ادى اجازه يومين رجع يوم بس المدير الفني لو انت عايز تمشيه هتمشي ازاي مثلا يا كابتن؟ لو انت عايز تمشي المدير الفني وخلاص وعايز تنهي التعاقد عشان تبحث عن واحد جديد هتمشيه بقى في شهر 7 اللي جاي يعني في 25/7 وتجيب واحد جديد تمام مش هياخد فتره اعداد هيمسك فرقه انت اوريدي حطيت القايمه بتاعتها تمام هيشتغل على فرقه اصلا اللعيبه ما ريحتش فبالتالي انت برضو ظلمت بعض الانديه في الحته دي ظلمت انت في بعض الانديه ما اتظلمتش اللي هم خلصوا الماتشات بتاعتهم خلاص بتروجيت خلاص لو النهارده اتغلب خلاص الامور منتهي الاتحاد السكندري لو كسب مش محتاج الجونه حتى النهارده خلاص لو بتروجيت فضل كده الامور منتهيه بالنسبه له فانت خلاص في انديه يا كابتن هي هتحط السيستم بتاعها وفي انديه هتنتظر بلاعبيها بمدربيها بكل حاجه لنهايه 25/7 انا همشي المدير الفني اللي عندي وانا عندي مباراه مقاولين عرب ومباراه زمالك تمام مباراتين بالنسبه لي يعني فاينل على بطوله الدوري العام وهاجي امشي المدير الفني واجيب واحد جديد يمسك ولا اقعد المدير الفني واجي اقول له انت حتى كمان اللعيبه اللي انت عايز تمشيها الطبيعي انك تمشي من دلوقتي وتبتدي
تجلب التعاقدات وتعرف النظام اللي هتشتغل بيه السنه الجايه. انت اللعيبه اللي انت عايز تمشيها هتيجي تمشيه في 25/7 لك مش لاقي نادي خلاص، ما الانديه حطت كل نادي اشترى اللعيب بتاعه، هتضطر انك تقعده غصب عنه وتدي له الفلوس اللي هو عايزها وهتمشيه على اي اساس؟ ما انت مش هتعرف حتى كابتن لازم تقرر. لو انا مثبت الجهاز، الجهاز هيقول لي همشي فلان وفلان وفلان. طب انا لو جبت جهاز جديد، الجهاز الجديد ليه رؤيه صح، عايز لعيبه جديده ليه رؤيه. انا النهارده مش مقتنع بفلان، المدير الفني اللي جه انا مقتنع لا انا مقتنع بده. فيعني زي ما احنا بنشوف جوارديولا هو بيدرب برشلونه وبيتعاقد مع بايرن ميونخ قبلها بست شهور صح، علشان يقول لهم انا عايز اللعيبه الفلانيه وبيكمل عادي وبياخد البطوله عادي. برضه من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتمناها ان مجدي وحازم وكابتن هاني حاجه زي دي تبقى موجوده في اللوائح بتاعتنا، بحيث ان انا المدير الفني ما يشتغلش في اكتر من نادي في مسابقه ويبقى حقوقه موجوده. الحكم زي ما قال الكابتن بلال، الحكم يبقى لازم محترف بياخد مبلغ محترم، وبعدين مش لازم 50-60 حكم. احنا بنلاقي الدوري الانجليزي كم حكم بيحكم؟ هم بيعتمدوا على مجموعه معينه 10-15 حكم بيحكموا الدوري بس، مفيش بس هتلاقي الوجوه هي ومتعاقدين مع الرابطه على فكره، يعني الحكام دول متعاقدين ان هم بيديروا مباريات الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني انت بتشوفه كم وجه، هم بالوجوه اللي بتتقرب هي كل مره. ما الفكره اللي كابتن عادل قال عليها دي من شويه فكره جميله جدا، انك تعمل دوري من 20 فرقه الدرجه الثانيه ويبقى الاثنين زي بعض، ويبقى عندك مثلا 30-40 حكم ودول هم دول النخبه بتاعتك. انت عارف يا كابتن لو الدوري ممتاز به ده اشتغل و20 نادي، الرؤيه بتاعتهم هتبقى اكتر من الدوري الممتاز به الف، لان كلها انديه شعبيه جماهيريه صح، جماهيريه كلها يعني طنطا مع يعني الانديه اللي هي الشعبيه المنيا اسوان الانديه ديت هتبص تلاقي المتابعه ليها محافظه كامله بتتفرج على الفرقه بتاعتها، حتى المردود المادي والادبي ودايما الممتاز به في نجوم والله في منتهى الروعه، ونجوم فعلا محتاجين بس شويه الاهتمام عشان يخشوا في المنظومه الاحترافيه. طيب المباراه هتخلص النهارده يا كابتن عادل يا كابتن بلال، طيب جواب اتحاد الكوره بالمواعيد المتبقيه، ناقص مباراه الاهلي والمقاولين، الجونه والزمالك، الزمالك والاسماعيلي، الاهلي والزمالك، اربع مباريات. امتى اتحاد الكوره هيحدد هذه المواعيد ويبعتها للانديه؟ ما هو الاهلي خد قرار ومستني يشوف الاتحاد هيعمل ايه عشان بناء عليه هياخد موقف. هي بس الاتحاد موقفه واضح. لا بس الاتحاد قال يوم الاربعاء اللي فات غدا اعلن الجدول النهائي غدا ومباريات الاسبوع ال 34 زي ما هي ساريه اللي هي بتتلعب دلوقتي. يا عم غدا متمم لرمضان مش حد هياخد قرارات اجازه يعني الناس صايمه الناس صايمه واول يوم العيد ثاني يوم العيد اجازه يعني نستنى اليوم الاحد الجاي ان شاء الله وعليه خير يكون معسكر المنتخب بلد. طب وبعدين؟ طلعوا الساحل بقى. طب وبعدين؟ لا والله بجد انا مش عارف الاقي حل للموضوع ازاي. في قضايا القويه تقيله تلاقي الامور مش باينه ما تقدرش تمسكها، ليه؟ لان مفيش حد انت اخطا وانت قادر تمسكه. مين اللي اخطا؟ هل لجنه المسابقات؟ هل اتحاد الكوره؟ هل الحكام؟ العمليه تبقى عايمه فانت ما تعرفش مين مسؤول، ودي اخطر حاجه. علشان كده دايما كان الواحد بينادي انا دايما انه يكون في مسؤول قدامي، المسؤول ده اقدر احاسبه، هو بقى تحتيه بيبقى فيه العناصر اللي هو مشغلها. اتحاد الكوره انت تحت ايدك عناصر، العناصر ده فيه مدير فني، في لجنه حكام، في لجنه مسابقات. انا كمنظومه ببعد ابدا عن المشاكل اللي موجوده تحت، المشاكل الموجوده تحت في الممتاز ب، في الممتاز الف. ليه بحط انا نفسي دايما في خلافات مع انديه، في مشاكل مع حكام؟ ما يا اخي الحاجه دي شوف العالم كله بيشتغل ازاي. ده مش عايزين يحلوا يعني يوم الاربعاء مستنيين الجدول. محمد انا هقول لك نقطه مهمه جدا، يعني النهارده كابتن انا اسف يعني النهارده من اعلاميا هيلوم اتحاد الكوره اذا كان هم كلهم بيشتغلوا في الاعلام؟ مين اللي هيلوم؟ مين اللي هيطلع يلوم ناس؟ انا الناس انت بتتبعها. كابتن احمد شرير حدد موقفه وقال لك كل حاجه ماشيه غلط. سيبك بقى، خلينا نتكلم كلام موضوح يعني احتراما لكل الناس الموجوده، يعني مش بتكلم على حد بعينه، ولكن انا بتكلم في ايه؟ ان انت سبوت الاعلام اللي موجود هم كلهم بتوع اتحاد الكوره اللي شغالين في الاعلام سواء كان في الراديو او في التلفزيون. فانت النهارده هتيجي مين اللي هيبتدي يسلط الاضواء وهتناقش مين؟ تمام؟ احنا مثلا ممكن من خلال قناه النادي الاهلي بندافع عن حقوق النادي الاهلي، الحقوق الشرعيه الطبيعيه. طبعا. تمام؟ ولكن انت عندك جبهات ثانيه مختلفه، عندك يعني انت 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 يعني انا مش بلوم على حد، ولكن انا بتكلم ان هي المنظومه ما فيهاش تكافؤ شويه. ليه ما فيهاش تكافؤ؟ انت عندك حازم امام اعلامي، مجدي عبد الغني اعلامي، خالد لطيف اعلامي، سيف زاهر اعلامي،
شوبير كاب شوبير اعلامي، ما هو كل دول اعلاميين، كل دول في قنوات فضائيه او عبر الاثير، عبر الاثير، وفي اللي مش اعلامي في المقالات بغض النظر ما اقصدش. فانا بتكلم يا كابتن، انت عندك القوه اللي بتدافع بيها عن نفسك. تمام، انت كاتحاد كوره المفترض تقف موقف المحايد، صح؟ موقف المحايد يبقى المفروض ما اطلعش يبقى انا بادير منظومه، ما يبقاش عندي منظومه اعلاميه. تمام، انت عندك بس فقط لغير المنظومه الاعلاميه بتاعتك اللي هي السايد بتاع الاتحاد الكوره اللي انت من خلاله، والراجل المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره هو ده الطبيعي في العالم، في العالم كله بتشوف. انا برضه ما بلقيش اللوم على حد، هو خلاص هو ده سيستم البلد يعني، ما بلقيش اللوم على حد، ولكن في العالم كله شفت حد مثلا من الدوري الانجليزي بيقدم برنامج في حته؟ برضه مش نقدا في حد بعينه، بس انا بقول لك ان انت القوه مش متوازنه، ما فيهاش توازن يا كابتن، ما فيهاش توازن على الاطلاق. انت هتدافع وهم برضه هيدافعوا اكتر منك بكتير جدا. تمام، لان هو برضه يمتلكوا يعني وسائل يقدر يدافع بيها عن نفسه في كل الحالات. انت هتقول وغيرك هيقول. طب جواب القيد ده نعمل فيه ايه؟ يعني انا جواب القيد ده كل مره نطلعه في كل حلقه، والنادي الاهلي اعلنه في بيانه، قال لك القيد اخره 31/7، القيد اخره 20/7، لان 20/7 تقدر تأيد لعيبه تلعب معاك من دور ال 32. اي لعيب هيتأيد بعد 20/7 مش هيكون معاك في الدور التمهيدي ودور ال 32 في كاس مصر. تمام، فانت هتعمل ايه في جواب القيد ده؟ ما انا الغريب بالنسبه لي حتى ان الاتحاد المصري لغايه اللحظه دي لا عايز يعلن مواعيد متبقيه، ولا عايز يحدد موقفه هو بعد كاس الامم ولا قبل كاس الامم. هو لغايه اللحظه دي على فكره ما اعلنش هو بعد ولا قبل، يعني هو قال لك هطلع تصور يوم الخميس والنهارده الاثنين ولسه مفيش حاجه طلعت. الخميس اللي فات تمام، والنهارده الاثنين مفيش حاجه طلعت. هل منتظرين بعد ماتش الزمالك والحرس يشوفوا الخريطه شكلها ازاي بعد كده يطلعوا الجدول؟ لو الزمالك مثلا طلع بنتيجه سلبيه قال لك بقى خلاص يبقى كده الدوري ناقص، لو الاهلي كسب المقاولين نحدد المباريات المتبقيه عشان تخلص قبل كاس الامم، ولا انا مش عارف برضو وجهه نظرهم فين. والله وجهه نظرك سليمه، ممكن بيستنوا مباراه وبيرحل بحيث ان انا في مشاكل بتحلها المباريات، نتائج المباريات اللي بتحلها من نفسها. وبعدين بتروجيت كان متحفز وبعت واعترض والنهارده بيلعب، فخلاص فانا ليه اخلي المشاكل تحل يعني زي المرور كده. الناس كلها وانا القانون في ناس ماشيه بعكس القانون، ما مش مشكله اسيب الناس. ما ينفعش كده، ما ينفعش حاجه زي دي تتحل بالطريقه دي. يعني نتائج المباريات هي اللي هتحدد تصور شكل الدوري؟ ممكن ده الحل اللي شايفه عامر حسين ممكن. اتحاد الكره انت قلت الكلام السليم. يعني النهارده لو في نتيجه سلبيه لنادي الزمالك والدوري تقريبا خلص، الاهلي يكسب المقاولين يبقى الدوري خلص. ممكن يلعبهم، تعالى العب قبل امم افريقيا واتكلم الراجل المدير الفني للمنتخب وخلاص، ويرحل يومين ونلعب الماتشين دول وخلاص وانتهينا. وارد جدا الكلام ده. وحتى كاس مصر انت فعلا يا اما هتلغيه يا اما يعني هتطلع من كاس مصر. الكابتن بلال قال لك حاجه حلوه الحلقه اللي فاتت، قال لك اللي هياخد الكاس هياخده عنده في البيت ويقول لك انا خدت الكاس لكن ما عملتش حاجه. قال لك رابع الدوري على في افريقيا، فالكاس كده ما بقاش ليه معنى. اكيد طبعا. يعني انا خدت كاس مصر احطه في البيت وما عملتش حاجه، يعني ما العبش افريقيا، اتصور جنبه، اتصور جنبه خلاص. خلاص اتخيل العالم كله بما فيهم يعني كل الدول اللي هي اقل مننا بكتير، الدوري خلص والناس استمتعت واتبسطت وعرفوا نتيجه الدوري، واحنا لسه الدوري بتاعنا لسه ما خلصش. طيب اخيرا كابتن بلال، لاصارت يعمل ايه؟ ادى اجازه جمعه وسبت، رجع اتمرن الحد، قال لك ادي اجازه كمان الاثنين وممكن تبقى الثلاث والاربع. يعني الراجل مش عارف يشتغل ازاي، ما عندوش جدول يشتغل عليه. يعني ايه ده؟ ما عندوش جدول برضه يشتغل عليه مدير فني، الله يكون في عونه. يعني مدير فني، تخيل انت مدير فني يعني مستقبله مش معروف. يعني لو خسر بطوله بطوله الدوري وارد انه يمشي. طب انت هتقعده لحد 25/7 اللي جاي على امل هيخسر ولا يعني هيكمل؟ ما انت برضه كنادي اهلي بتقيم نهايه الموسم. المدير الفني عنده 3-4 بطولات، بطوله هتتلغي ممكن كاس مصر، بطوله افريقيه خرجت منها، فعندك بطوله الدوري العام. وارد انه الراجل يكمل، وارد انه يمشي. طب انت النهارده هتاخد في قرار ازاي يا كابتن؟ ده حاجه ثانيه مهمه قوي كمان، سيبك من الراجل بتاع الاحمال، الراجل اللي بيتولى الاحمال هيشتغل ازاي؟ يعني هو بيشتغل، هيحط وحدات تدريبيه ازاي؟ وحدات التدريبيه هيحطها ازاي؟ اذا انا مش عارف عندي ماتش تاني امتى بالظبط، يعني انا اشتغل فتره اعداد ولا اعمل ايه؟ دي برضو حاجه محيره جدا بالنسبه للعلم. يعني انت كده بتلغي العلم كمان. يعني راجل الاحمال هيشتغل ازاي؟ هيدي ايه الاحمال؟ يعني اللعيبه هتنزل وتاخد شغلها ازاي؟ طيب انا عايز اقول لكم في هذه اللحظات مباراه الحرس والزمالك انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وبالتالي الاهلي في الصداره ب 74 نقطه، بيراميدز 70 نقطة والدوري بالنسبة له انتهى، الزمالك 68 نقطة ولعب 31 مباراة.
يبقى إذن النادي الأهلي لعب 32 مباراة ب 74 نقطة، نادي الزمالك لعب 31 مباراة 68 نقطة، وأصبح الفارق 6 نقاط وفارق مباراة ما بين الأهلي والزمالك. كلمة أخيرة كابتن عادل. أتمنى بالنسبة للكرة الأفريقية والكرة المحلية نبقى نقعد أنا وكابتن بلال وحضرتك نتكلم في حاجات رفاهية، حاجات جميلة، حاجات بتسعد الناس، حاجات بتدعونا للافتخار ببلدنا، ان بلدنا متقدمه في الرياضه في كره القدم، وان المسابقات بتاعتنا ماشيه بنظام زي اوروبا ما لا تقل عن اوروبا. احنا علمنا اوروبا على فكره، الاسبان والانجليز والجماعه دول احنا علمناهم، احنا المصريين احنا ما بنقلش عنهم الا القياده الكرويه عندنا يبقى فيها نوع من اتقان العمل والتجرد، وكل واحد يبقى وهو بيشتغل بيحاول ان هو يركز، ما يبقاش انا في اتحاد الكوره واشتغل في اكتر من عمل سواء اعلامي او غيره. على المستوى المحلي نفس القصه برضه، يبقى عندنا ممتاز الف وممتاز ب، وطبعا في النهايه بهني النادي الاهلي وبهني جماهيره بالتصدر والفارق اللي موجود، وبهنيهم اكتر واكتر بشهر رمضان، ان احنا ان شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام ونبقى كلنا من عتقاء رمضان مسعداء ليله القدر، احنا وام سيدنا محمد جميعها. وتهنئه خاصه للشعب المصري والجمهور النادي الاهلي والجميل جميع جماهير الكره المصريه بالعيد السعيد اللي ربنا يعيده علينا باليمن والبركات. تمام. طيب كابتن بلال كلمه اخيره وسريعا، الفرق ده 6 نقاط دلوقتي، فكلمه اخيره. خلاص يعني فرق 6 نقاط، هم ليهم مباراه مؤجله، يبقى الفرق 3 نقاط. تمام يعني خلاص نقطه ماتش واحد قبل مباراه القمه يحسم الدوري، خلاص انتهت الامور. يعني الامر في يد النادي الاهلي، ليس غير يعني بأشفق طبعا على النادي الاهلي، مجلس اداره وجهاز فني ولاعبين وكل حاجه من الاحداث اللي بتحصل. تمام. واحنا برضو يعني اتمنى ان احنا ما ناخدش ورا اتحاد الكوره وعايزين نلعب مقاولين، مش مشكله. هاتوا لي المقاولين دلوقتي، هات المقاولين. طيب المقاولين اعتقد بالتعادل ده خلاص مفيش لا رابع ولا خلص، خلاص انت فاهم، خلص الماتش تعادل يعني فخلاص. طيب كده بتروجيت الامور اتحسمت في كل شيء، مفيش تكافؤ فرص يا جماعه، حتى في الاول يا كابتن والتاني، خلاص الاهلي الاول والزمالك الثاني، والامور اصبحت خلصت. حلقتنا خلصت وكانت في تفاصيل كتير. بشكرك كابتن عادل، شكرا لك، شكرا لك، بشكرك كابتن بلال، وكل سنه وانت طيب. حلقة كانت مهمة جدا سواء على الصعيد الإفريقي أو حتى على الصعيد المحلي، الأمور متشابهة بين الكرة الإفريقية والكرة المصرية، عدم التنظيم وعدم تكافؤ الفرص، وأمور تدار كتير جدا خلف الكواليس. عموما ننتظر خلال الساعات القادمة، أعتقد خلال الساعات القادمة هنشوف اتحاد الكرة هيتصرف إزاي في جدول الدوري بعد النتائج اللي ظهرت النهاردة، لأن هما بياخدوش قرار إلا بناء على نتائج المباريات، جدول الدوري ما بيتحطش إلا بناء على نتائج المباريات. هنشوف هيحصل ايه خلال الساعات القادمه. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه وجمهور النادي الاهلي بخير دايما يا رب، ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا والى اللقاء.